البرنامج اللي تحترم تطور هذا البرنامج الجديد كانت سال دارتون سال دو كونسلتاسيون ميديسان اون سال دو سوان اون سال بور لا فاكسيناسيون اون سال ماتيرنيتي اون كانتين دو فاليفيكاسيون فاميليال الهندسه سير مولا الصحة هي اللي تبغي تجيب باش الطبيبة تبقى ها يلا متصرف اقليمي مهندس اقليمي متصرف طبيبه ديال الدائره الصحيه ديال المركز الصحي ديال راس العين مراقبه صحه الام والطفل صحه الام كنقدموا ليها التتبع ومراقبه الحمل والبحث عن الامراض اللي كتهدد حياه الام والطفل في اطار هذا البرنامج كنتبعوها باربع زيارات كتقوم بها المراه عندها في المركز الصحي الزياره الاولى في اول الحمل الثانيه والثالثه في وسط الحمل والاخيره في اخر الحمل باش نضمنوا حمل صحي للمراه وللطفل من بعد كنقدموا خدمات للطفل كتجلى في التلقيح مراقبه الوزن مراقبه الصحه ديالو وفي هذا الاطار كنحصلوا على ساكنه صحيحه ومزيانه قراو السيف الله يبارك الله يبارك الله